اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن يوسف، لو قارنا ما بين اللاعبين الاجانب في النادي الاهلي واللاعبين الاجانب في نادي الزمالك. خمسه قدام اربعه، يعني بتتكلم على بعد طبعا هروب النقاز. لعيبه الاهلي انا شايف ان هم اتقل. يعني بتتكلم على علي معلول كباك ليفت، يعني لعيب تقيل بيلعب منتخب تونس. لو خلينا نقول مثلا علي معلول قدام فرجاني ساسي، لكن مثلا بتتكلم جونيور اجاييه برضو بقاله فتره مع الاهلي. لعيبه المحترفين في الاهلي باستثناء جيرالدو وإليو باجي يعني مش موجودين قوي. يعني باجي وجيرالدو لسه مش حاطين رجليهم بصوره اساسيه، لكن جونيور اجاييه اساسي، إليو ديانج خلاص بيلعب بشكل دائم، علي معلول بيلعب بشكل دائم. هتيجي في الزمالك كابونجو كاسونجو موجود في البدلاء لسه. عندك اشرف بن شرقي، سوري اوناجم برضو ما بيعتمدش عليه كارترون الا في وقت من الاوقات. عندك اشرف بن شرقي محطوط طبعا بيبدا بيه على طول، اشرف وساسي وفرجاني ساسي. فانت عندك ثلاثة قدام اثنين، يعني بتلعب الاهلي بيحط ثلاث محترفين بشكل دائم. سمعت اخبار احتمال جيرالدو يبقى موجود، هيبقى أربعة ضد اثنين أو أربعة مقابل اثنين، لكن أنا شايف الكفة أرجح بالنسبة للمحترفين بتوع النادي الأهلي. عندك جيرالدو دولي يعني بيلعب في منتخب بلده، عندك علي معلول بيلعب في منتخب بلده، عنده إليو ديانج كلنا شفناه في منتخب أولمبي مالي. في مالي. فالثلاثة دول برضو يعتبر تقل. يعني جونيور كمان كان خطير في القائمة المبدئية بالنسبة لجونيور أجاييه. جونيور أجاييه بس ما كمش. جونيور أجاييه راس حربة، شايفه راس حربة ولا يعني جناح أيسر؟ الاثنين بيعملهم كويس، الاثنين بيعملهم كويس. يمكن يعني الاثنين بصراحة مميز. في الجنب الشمال بيعمل شغل كويس قوي مع علي معلول، لانه لعبوا مع بعض غير في الاهلي، كمان لعبوا مع بعض في الصفاقسي. صح، لازم. في ناس كتير جمهور الاهلي ما يعرفش ان لعبوا مع بعض، لعبوا مع بعض في الصفاقسي التونسي، فبيقدروا يعملوا يعني هارموني مع بعض، بيشتغلوا مع بعض كويس قوي، بيعملوا جبهه كويسه. جونيور لعيب كويس، لعيب عنده امكانيات ولعيب عنده قدرات عاليه جدا وفكره حلو قوي في الملعب. وارد جدا برضو تشوفه راس حربه، لانه بيقدر ان هو يستحوذ بشكل كويس جدا، يتحول بشكل جيد جدا. وفي نفس الوقت كمان جوه ال 18 عنده تقل، يعني اللي عايزه تلعب لمسه واحده بيعملها، اللي عايزه تتلم او ياخدها لمستين. يعني حريف، لعيب حريف بيلعب بظهره كويس كمان. فجونيور من اللعيبه المميزين. يعني انت مع البدء بكهرباء بكره ولا لا؟ لا، انا افضل ان هو يبقى ورقه رابحه موجود مع فايلر. خلي بالك الماتشات دي يمكن الناس بتبقى عايزه تحط اللعيبه كلها. طبعا كهرباء عنصر كويس جدا. خلي بالك انا من الصبح، يعني من ساعه او من الناس ما بدات تخش في اجواء المباراه، كل واحد بيبعت تشكيل مختلف عن التاني. طبعا انا قلت تشكيل وانا قلت تشكيل، وده تامر قبل تامر بدوي قال تشكيل، وكباتن اللي هيجوا بعد كده هيقولوا تشكيلات ثانيه. طبعا هو التشكيل عند واحد بس اللي هيحطه، هو المدير الفني، لان هو الوحيد اللي بيحط تشكيله وبيبقى مسؤول عنه. خلي بالك هو قال مثلا فجأة ممكن تلاقي رمضان صبحي قاعد احتياطي زي ما حضرتك بتقول. ما تعرفش برضه. هو اسلام، اللي انا عايز اقوله ايه؟ ان المدير الفني بيفكر فيه، ومهمة جدا، ان مش يبقى كل همي هبدأ بمين، لا، لازم يبقى معايا حلول. دي بقى مهمة جدا بالنسبة للمدير الفني، ان انا يبقى معايا حلول او ورق قوي جدا على البنش. ليه؟ وارد جدا ابقى متأخر بهدف، او وارد ابقى متعادل، فهعمل ايه لو انا معيش تغييرات قويه. لعيبه مؤثره، يعني لما يكون وليد سليمان معاك، لما يكون مثلا كهربا، ادي اسمين مثلا تالتهم، مثلا رمضان صبحي مثلا، او فيرود إليو باجي، لسه برضو الكيمياء مع الجمهور مش باينه، يعني لسه يا عالم. لكن ممكن ينزل يخلص وتبقى دي بدايه. برافو عليك. ده ممكن الراجل يديله 20 25 دقيقة ينزل يجيب جون، يبقى احلى بداية انه بدأ ببطولة مع جمهور الاهلي. بالظبط. لكن اللي انا عايز اقوله لك ان مهم جدا يبقى معاك اوراق بتصنع الفارق كمدير فني. ليه؟ لان وارد جدا المباراة تعدي بظروف انت
بتتعامل معاها، وبالتالي لما بيبقى معاك تغييرات قوية بتفرق معاك انت. النقطة التانية كمان ان مهم جدا تنهي المباراة كويس، يعني ممكن اي مدير فني لما بيجي يحط تشكيل ممكن حط لاعب مثلا وموفقش، لكن انت خلاص شفت السيناريو، المباراة شغالة قصادك 50 60، برافو عليك. هو ده بقى ان انا انهي المباراة صح. انهي المباراة صح بايه؟ بان انا احط تغييرات صح تصنع الفرق. بس طيب، ريني فايلر وكارت